وفي مبادرة جديدة يتم تطبيقها للمرة الأولى في مواسم الحج، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة طريق مكة بشكل جزئي هذا الموسم في ماليزيا وأندونيسيا، ضمن خطة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى الحجيج وصولا إلى ما يعرف بالحج الذكي. وتشمل المبادرة استصدار تأشيرات الدخول وإكمال إجراءات الجمارك والجوازات وغيرها من المتطلبات للحجاج من مطار المغادرة، وقد استفاد منها أكثر من 100 ألف حاج هذا الموسم. تفاصيل مبادرة طريق مكة في التقرير التالي.